التقدم والتطور ما بيجيش من فراغ. علشان تطلع خطوة لقدام في 100 خطوة قبلها لازم تعملهم، في حاجات لازم تحضر لها، في إرادة لازم تكون عندك، في رؤية واضحة، في هدف بتحدده، في طريق هتمشيه وانت عارف ان هو صعب، في حاجات كتير جدا. قبل ما يطلع رئيس الدولة ويعلن لحضرتك ان احنا عندنا زيادة في القمح، اكتفاء ذاتي في الموالح، في الفواكه، في الخضروات، ده طريق انتوا لا تتخيلوا صعوبته، بس لا تتخيلوا ايضا حلاوة النجاح فيه. ضيفي في بداية هذه الحلقة وفي بداية الحلقات القادمة ايضا معالي وزير الزراعة سيد القصير، اهلا بحضرتك معايا. اهلا بحضرتكم. انا هبدأ كلامي معاك بشكل مختلف خالص. انا ممكن اكلمك في عدد الملفات، بس انا يعني ما عندناش وقت 5 ساعات علشان نقعد نغطي كل الملفات. انا عايز اسألك سؤال في بداية حلقتي، ماذا لو احنا داخلين عن 30/6، ماذا لو لم نتحرك في ملف مثلا الملف بتاع اللحوم والألبان وإعادة إحلال الثروة الحيوانية المصرية في السنوات اللي فاتت، كان وضعنا هيبقى عامل إزاي؟ طبعا في البداية احنا بنرحب بحضرتك وبنشكرك يعني على تواجدك معنا في وزارة الزراعة وعلى زيارتك التفقدية لبعض المشروعات، عندنا كتير. لكن عايزين نقول ان قطاع الزراعة والمشروعات المرتبطة به دي مرتبط بقضية كبيرة جدا العالم بيهتم بها، قضية الأمن الغذائي اللي هي أصبحت أمن قومي رقم واحد. أصبح العالم بتتحدث في ظل الظروف الحالية على الأمن الغذائي. الأمن الغذائي بقى قضية قومية، أمن سياسي، أمن قومي. لو رجعت للسؤال بتاع حضرتك، إن الدولة المصرية دائما بقالنا 8 سنين دعم ونهضة غير مسبوقة في قطاع الزراعة. لو قدرنا نعدد المشروعات اللي تناولتها قطاع الدولة في قطاع الزراعة يعني لا حصر لها. لكن دائما الدولة المصرية ضمن استراتيجيتها وضمن سياستها وضمن الإجراءات الاستباقية اللي القيادة السياسية بتتبعها ملف قطاع الزراعة. فيما لو ان احنا نتبع المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي، التوسع الرأسي، تحسين السلالات، تنمية الثروة الحيوانية، المشروع القومي البتلو، مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، الاهتمام بالصحة النباتية والحيوانية، تنافسية الصادرات الزراعية، الاهتمام بملف الاستثمار في مجال الزراعة، دي كلها ملفات بتدعم مسألة الأمن الغذائي بما فيها القمح وزيادة الرقعة الزراعية للقمح. التوسع الأفقي معناه زيادة الرقعة الزراعية لتعويض ما تم استقطاعه من الأرض الزراعية القديمة في الوادي والدلتا نتيجة التوسع في الحيز العمراني ونتيجة التعديات الزراعية. احنا الحمد لله في مجال التوسع الأفقي عندنا مشروعات كتيرة جدا. احنا عندنا توجه المشروعات بتستهدف أكثر من 3 مليون فدان خلال الفترة القادمة بخلاف ما تم استصلاحه. 3 مليون جديد يعني يعادل أكثر من 50% من مساحة الرقعة القديمة. لك أن تتخيل تكلفة استصلاح هذه الأرض، لك أن تتخيل في ظل ما تعانيه الدولة من موارد محدودة سواء في الأرض أو في المية أو خلافه، أن الدولة بتنفق المليارات عشان توفر البيئة المناسبة لعمليات الاستصلاح، سواء استصلاح الأراضي، سواء البنية التحتية اللازمة من الطرق والشبكات وخلافه، سواء أن أنت توفر مصادر مية وتعمل أكبر محطات معالجة المياه، معالجة مياه الصرف الزراعي في العالم. مشروع المحسمة، معالجة مياه الصرف الزراعي المحسمة، خد أفضل مشروع في 2019. محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في محطة مصرف بحر البقر اللي بتنتج 5.6 مليون متر مكعب يومي، أكبر محطة في العالم. إن شاء الله محطة الحمام اللي هتغذي مشروع الدلتا الجديدة العملاق اللي هو 2.2 مليون فدان هتبقى أكبر من محطة مصر بحر البقر حوالي 7.5 مليون متر مكعب يومي. تحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة واتباع ممارسات جديدة، كل ده الثروة الحيوانية، المشروع القومي البتلو، تجميع الألبان، كل ده. على سبيل المثال لو أنا مسكت القمح زي ما حضرتك بتقول، إحنا
اضفنا السنه دي اجمالي المساحه المزروعه حوالي 3.5 و 3.6 من عشره او 3.5 عشان الارقام تبقى محفوظه مليون فدان. الانتاجيه بتاعتهم حوالي 10 مليون طن. ده كله في اطار تدعيم الامن الغذائي. كمان مساله الدوله النهارده بتستهدف ان احنا نستلم، احنا الحمد لله قربنا من استلام حوالي 4 مليون طن من زملائنا واهالينا الفلاحين والمزارعين. لك ان تتخيل لو لم يكن هناك مشروع استباقي زي مشروع الصوامع، كنت ممكن تقدر تخزن احتياطي اديك شهور فين؟ كان نسبه الفاقد قد ايه؟ نسبه الجوده في مساله التخزين قد ايه؟ مساله امن المواطن والامن الغذائي المواطن وتوفير غذاء صحي وامن ضمن اولويات القياده السياسيه، ده بالنسبه. ايضا كمان مشروعات التوسع الافقي، لو ما كناش عملنا الحاجات، لو ما كناش اتحركنا عليه كان ايه اللي حصل؟ حضرتك كثير من الدول المتقدمه اللي تملك اموالها طائله مش قادره توفر الغذاء لشعوبها. احنا يمكن في ظل جائحه مرينا باكبر جائحتين وظروف غير مواتيه، جائحه كورونا تلاتها فورا، الازمه الروسيه الاوكرانيه، السلع متوفرة موجودة في كل الناس بتشتري اللي عايزاه. دول كتيرة اللي بيحسبوا نفسهم دول متقدمة فرضت قيود على حجم الشراء من الوحدات. ده صحيح. وبعض الدول فرضت ان الاسرة ما تشتريش اكتر من وحدة ازازة زيت مثلا. ده صحيح. الدولة ده اوروبا كلها وفرت كل السلع. جائحة كورونا كان كل السلع موجودة في كل الاماكن، ما زال كل الاحتياجات موجوده الحمد لله زي ما اعلن فخامه السيد الرئيس عندنا ومعالي وزير التموين، عندنا احتياطي من كل السلع. احنا الحمد لله الزراعه المصريه بخير في ظل دعم القياده السياسيه. دي نمره واحد. ايضا مشروع التوسع الافقي، مشروعات التوسع الافقي هتمكننا ان احنا نزود المساحه من المحاصيل الاستراتيجيه، وفي اطار التركيبه المحصوليه لهذه الزراعات وهذه الاماكن والمناطق هنؤدي الى ان احنا نزود نسبة التغطية ونسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة وبعض المحاصيل الزيتية، وبالتالي بنقلل كميات الاستيراد مع توسع الرأسي وزيادة انتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية بتقلل نسبة الفجوة. على الجانب يعني الاخر، يعني احنا الفدان عندنا انتاجيته زادت وبنزود عدد الفدادين كمان، بتزود عدد الفدادين وبتزود التوسع نسبة الانتاجية للفدان، وبالتالي بترفع من بتسرع بقى زي ما سيادة الرئيس بيقول احنا عايزين نقفز. انت ممكن تعمل توسع افقي بس ده هتمشي بالطريقة الكذا، لكن توسع افقي مع زيادة انتاجية مع ممارسات جديدة مع اليات جديدة مع دعم للفلاح والمواطن بتقفز.